تحت رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وبمناسبة يوم شرطة البحرين وذكرى مرور 90 عاما على تأسيسها، أقامت وزارة الداخلية احتفالا بهذه المناسبة، وذلك صباح أمس في نادي ضباط الأمن العام. فلدى وصول معالي الوزير أدت الفرقة الموسيقية للشرطة سلام الفريق، وكان في استقباله كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة. أن أنقل لكم جميعا تحيات وتهنئة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة يوم شرطة البحرين. ولما تزامنت هذه المناسبة مع الذكرى 11 لعيد جلوس جلالته حفظه الله ورعاه، والذكرى 39 للعيد الوطني المجيد، فإنه يطيب لي باسمكم أن أرفع أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى حفظهم الله ورعاهم. كما ويسرني في هذه المناسبة المباركة أن أتوجه بالتهنئة لكافة منتسبي وزارة الداخلية، وأحيي جهود رجال الشرطة وكافة القطاعات على الجهود التي يبذلونها على مدار الساعة لحفاظ الأمن والنظام العام والسهر على راحة المواطنين وصون الأرواح والممتلكات. كما أهنئهم على المستوى المتميز من الأداء وامتلاك القدرة على استخدام التقنية. فما شاهدناه يوم أمس في المعرض الأول لوزارة الداخلية لتقنية المعلومات يشكل نقلة نوعية في التطوير وكذلك في التحديث الذي تحقق بجهود أبناء هذه الوزارة،